اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل. عندنا هنعمل النهارده كورن دوج، هي عباره عن هوت دوج زي اللي بنجيبه من بره بالظبط بخلطه بسيطه جدا، وهنعمل سلطه فواكه. تعالوا نشوفوا مقادير الهوت دوج. هنبقى محتاجين هوت دوج بالحجم الصغير ده، كوبايه دقيق ذره وكوبايه دقيق عادي وخلطه توابل من اللي بتتباع في السوبر ماركت، وسكر وبيكنج باودر، ويا اما ممكن شطه او بابريكا زي ما انتوا عايزين، وزعتر. الحاجات بقى اللي هي السايله هنبقى محتاجين لبن عادي ولبن رايب وبيض. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب كده بوله كبيره نحط فيها كل الحاجات قبل بس ما نبتدي هنعمل بس للهوت دوج طبقه خفيفه من الدقيق عشان لما نيجي نحطه في العجينه يستوي بسرعه ويمسكها وكمان ما تتشلش منه الطبقة بتاعته. وكده عملناه كلها بالدقيق. نحط بقى دقيق الذرة ونحط الخلطة بتاعتنا، بس مش هحط كتير قوي، يعني تقريبا معلقتين. وبعدين نحط السكر ونحط معلقتين بيكنج باودر ونقلبهم كلهم مع بعض. نقلبهم كده اهو ونزود عليهم بقى ملح وفلفل. معلقه ملح ومعلقه فلفل كده تمام. نجيب بقى بوله ثانيه نحط فيها اللبن. انا ليه بحط الحاجات دي؟ بس عشان اعرف اضربها بسهوله. طبعا احنا محضرين الزيت على النار عشان عايزينه يبقى سخن جدا. نحط البيض كده نضربها كده كويس قوي. العجينه دي عايزينها ولا تبقى تخينه جدا ولا تبقى خفيفه، عايزينها تبقى سمكها متوسط عشان لو تخينه مش هتبقى طعمها مش حلو، لان احنا اصلا الاكله دي اصلا الهوت دوج، فعايزين يا دوبك تعمل بس طبقه خفيفه من فوق. نحطهم كده بقى مع بعض تمام. ونقلبهم كده. لو حسينا ان العجينة تخنت مننا شوية نزود لبن، مفيش مشكلة نزود لبن. كل ما نحس انها تخنت شوية نزود لبن، لبن او مية يعني اللي انتوا عايزينه. كده خلاص خلص. نحط بقى نحطهم كده هنا. هحاول بقدر الامكان ما اوسخش ايدي. اتاكد ان الهوت دوج كله كل واحده بالعجينه بتاعتها تمام. ال المكان اللي احنا بنجيب منه الحاجات دي بيبقى حاطط ستيكس عشان طبعا القلاية بتبقى لتحت وغزيرة جدا. احنا في البيت مش ممكن ما يبقاش متوفر عندنا كده، فانا عشان كده يعني قلت اعملها زي ما انتوا هتعملوها بالظبط، وبعد كده هنحط لها الستيكس دي. انا شخصيا على طول بطلبها من وانا صغيرة، كنت دايما بقى بحب اجيبها. طلع دول بس ما تصورش بقى دول لحد بس ما اظبطها.
كده تمام. هما هياخدوا وقت معانا شويه، ونخلي بالنا واحنا بنقلبها يعني استناها تنشف خالص بعدين نقلبها الناحيه التانية. ويفضل ان الزيت يبقى غزير جدا عشان حتى ما نقلبهاش. ايه رايكم نطلع فاصل عقبال ما نكمل قليه الكورن دوج ونشوف هنعمل ايه في الفاصل؟ بعد الفاصل خليكم معايا. في الفاصل انا طلعته بالزيت وطلع بالمنظر ده، بس لسه هنشوف الخطوة التانية عبارة، بس ما يبرد شوية نشوف هنعمل سلطة الفاكهة ازاي. نجيب الكاتنج بورد بتاعتنا، هي حاجة بسيطة جدا بس يمكن مكونات احنا مش بناكلها مع بعض، الموز مع الخوخ مع الرمان. هنقطع الخوخ مكعبات، زي ما انتم شايفين كده. الموز ممكن بعد لما نخلصها نحط عليها شوية مية بسكر وندخلها التلاجة. بص الموزة دي طلعت يعني فيها حاجات مش لطيفة، فانا هشيلها كده اهو عشان حرام تترمي. ظهر الموز الايام دي مش بايظ، هنشيل دول. نجيب الرمان بقى، حاجات مززة مع مسكرة، نقلبهم كده ونحط بقى في الاخر عسل ابيض. كده نبقى عملنا سلطة الفاكهة البسيطة جدا، وحطينا عليها عسل ابيض في الاخر. هنشوف ده بقى هنقدمه ازاي. هنجيب الستيكس دول وهنشوف هنعمل ايه عشان يبقى زي بره بالظبط. نحطه في النص، انا استنيته طبعا لغاية ما يبرد عشان اقدر اتحكم وامسكه بسهولة. يعني اشيل بس كده. يبقى عملنا النهاردة حلقة أظن خفيفة جدا وسهلة وبسيطة، عملنا الكورن دوج وعملنا سلطة الفواكه. جربوها وهتعجبكم، هتعجب الأطفال كمان قوي. وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة ويوم جديد. مع السلامة.